مرحبا انا شيرفي شكر انا اتعلم العربيه في مدرستي سطشا نحن تعرفنا قسم عربي تعليم هذا هو الحمام حيث نغسل ايدينا ننظف اسناننا ونستحم مرحبا انا زينب هروى انا اتعلم العربية في مدرسة اسد باشا نحن تعرفنا قسم البيت هذه غرفة النوم لدينا غرف نوم كثيرة في المنزل هناك غرفة النوم للأهل وغرفة النوم للأطفال مرحبا انا زمرا بيك انا اتعلم العربية في مدرسة اسد باشا نحن تعرفنا قسم البيت النوم هذه غرفة الجلوس حيث استطيع ان اجلس مع اسرتي اشاهد التلفاز او الابو